بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 14. انتهى إصحاح 13 بأنه لما دخل المجمع بتاع الناصرة الناس ما كانتش قابلة من ربنا يسوع الكلام، وبيقولوا مش هو ده اللي إخواته حوالينا. وساعتها قال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانه. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. هيرودس المذكور هنا ابن هيرودس الكبير اللي حاول يقتل ربنا يسوع له المجد في طفولته. في هيرودس الكبير اللي أمر بإعدام أطفال بيت لحم قبلها بثلاثين سنة. لما هيرودس الكبير مات اتقسمت المنطقة بتاعته إلى أربعة، فكل واحد من ولاده خد ربع، فبقى يسموه هيرودس رئيس الربع. ربع المناطق الشمالية الجليل بقت تابعة لهيرودس، فده هيرودس غير هيرودس، وإن كان برضه شرير زيه وهتنتهي نهايته سيئة في أعمال 12 لما قتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وبعد كده حاول يقتل بطرس الرسول، وفي آخر الإصحاح هيضربه ملاك الرب ضربة صعبة ويموت موتة صعبة هيرودس، الدود يأكل في جسمه ويموته لأنه يعتبر مشارك في صلب ربنا يسوع. هيرودس ده في آخر الإصحاحات هنكتشف أنه بيلاطس بعت المسيح له المجد وقت المحاكمة لهيرودس ياخد رأيه، وهيرودس استهزأ بربنا يسوع ورجعه لبيلاطس، فكان الاثنين مشتركين في صلب ربنا يسوع. إنما هيرودس ده في شخصيته شوية ألغاز. يقول سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه، يعني ربنا يسوع بقى سمعته في كل حتة، فهيرودس لما سمع الأخبار مش يقول ده المسيح أو المسيا، قال هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات. ليه بيقول كده؟ لأن هيرودس كان قتل يوحنا المعمدان، وأحيانا الإنسان الشرير من كتر إحساسه بالذنب الذنب يعذبه، فيبتدي يحاول يعني ينكر الماضي أو يحاول يغير في الماضي بأي طريقة، بدل ما يتوب يحاول يلغي فكرة أنه هو قتل أو أنه هو عمل حاجة صعبة. فيمكن اللي يخدر ضميره قولت يوحنا المعمدان قام، طب ما أنت قتلته، أنت اللي قطعت رأسه بالسيف. هيرودس هو اللي قطع رأس يوحنا المعمدان، ده دلوقتي معلمنا متى هيحكي. إنما إحساس الذنب أحيانا يخلي البعض يبقى عنده هواجس وأوهام تحاول تخدر ضميره عشان يقول أنا مغلطش أو ما حصلش حاجة. فمن الحاجات اللي جري وراها هيرودس من الأفكار، قال لا ده مش يسوع الناصري، ده يوحنا المعمدان اللي أنا موته قام من الأموات، كأن خلاص المشكلة اتحل، ولذلك تعمل به القوات. محدش بيقول عليه يوحنا المعمدان، ده ربنا يسوع له المجد، إنما هو يعني عجباه الفكرة دي أو جري في الفكرة دي. تفسير آخر كمان إنه صوت الحق ما بيموتش، فهيرودس بالرغم إنه قتل يوحنا المعمدان إنما يوحنا ده مش من النوع اللي بيموت، لأنه صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. الصوت ده حتى لو هيرودس حب يخلص منه أهو بعد ما مات عمال يقول لأ ده يوحنا ما ماتش أو يوحنا قام، وكأنه صوت الحق ما بيموتش أبدا، أو ناس ربنا دول ما بيتغلبوش أبدا. تلاحظوا كمان أن هيرودس زي اللي مرعوب من يوحنا، يعني شوفوا خلص منه وموته لكن ما زال بيخاف منه، فلما سمع عن ربنا يسوع قال لا ده مش يسوع ده يوحنا، ده معناه خوف، معناه قلق.
معناه أنه مرعوب منه حتى بعد موته، حتى بعد ما مات يوحنا المعمدان لسه هيرودس خايف. معلمنا متى بقى بأثر الراجي هيحكي لنا الحكاية، يقول فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه. الحكاية ابتدت إزاي؟ يوحنا المعمدان كان بدأ خدمته عند نهر الأردن، وكان بيعمد الناس معمودية التوبة، وطلع ربنا يسوع اتعمد على ايديه، وكان آلاف مؤلفة تخرج ليوحنا التوب، ومنهم ناس عساكر ومنهم ناس عشرين، وكانت نهضة روحية جميلة. ولما سمع ان هيرودس رئيس الربع في الجليل خد مرات فيلبس أخوه، فيلبس عايش لكن ترك مراته، طلقها أو سابها، وهو خد مراته منه واتجوزها، طبعا ده خروج على الشريعة تمام، يعني يمكن الشريعة تسمح أن الأخ ياخد مرات أخوه في حالة موت الأخ وما سابش أولاد، إنما ياخد مرات أخوه وأخوه لسه عايش، كلام ده غير مقبول خالص في الشريعة. فهنا يوحنا كصوت الحق قال بمنتهى الجسارة والجرأة لا يحل لك، ما هموش ده ملك، ما هموش أي حاجة، لأن يوحنا كان يقول له لا يحل أن تكون لك. مش بعيد يكون هيرودس سأل يوحنا، فيوحنا قال له لا ما تحللكش، لأن هنا بيقول كان يقول له، هل له دي على المنبر يعني في الصحراء كان بيقول هيرودس غلطان ولا قبله؟ في الغالب قبله، وقال له لا ما تحللكش، لا يحل أن تكون لك. إنما هيرودس ما سمعش الكلام، فلأنه ما سمعش الكلام بقت هيروديا عاوزة تخلص من يوحنا اللي تعب ضمير جوزها الجديد واللي مخليهم مش عارفين يعيشوا في الغلط، عايشين كده في الخطيه. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب. في الأول هيرودس حب يخلص من يوحنا عشان يبطل يقول له لا حل لك، إنما كان خايف لأن يوحنا محبوب جدا ونبي وأعظم من نبي بشهادة ربنا يسوع، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس، مولد هيرودس يعني عيد ميلاده، رقصت ابنة هيروديا في الوسط سرت هيرودس، من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. هي طبعا هيروديا دي امرأة شريرة عارفة تغلب جوزها، فعارفة أن الرقص والشرب والحاجات دي تلعب بعقله وساعتها يطلبوا اللي هم عاوزينه. فخلت بنتها ترقص يوم عيد ميلاده، ويبدو انه كان سكران شويه، والحفلات دي بيدخلها الشيطان دايما وتنتهي نهايات سيئه. وعد بقسم انه مهما طلبت يعطيها، فهي اذ كانت قد تلقنت من امها قالت اعطيني ها هنا على طبق راس يوحنا المعمدان. هو مذكور انه طلبت لها لغايه نص المملكه، إنما هي فاجئته بطلب غير متوقع، قالت له أنا عاوزة رأس يوحنا المعمدان. إذن أمها كانت مخططة وكانت عارفة إنه هيرودس لازم يكافئ البنت اللي رقصت، فهي اللي هتطلب وهيقول لها براحت اطلبي زي ما أنت عاوزة، فكانت مخططة عشان يخلصوا من يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. يعني هيرودس خاف لأنه بيخاف من الناس أكتر ما بيخاف من ربنا، فخاف طبعا تبقى ثورة لما يقتلوا يوحنا المعمدان وهو نبي. واغتم لأنه عارف أن يوحنا بريء، وعارف كويس أنه بيعمل حاجة غلط، واغتم لأنه بيحاول يسكت الصوت اللي بيقول الحق. ما هو في واحد يا يسمع صوت الحق يا يهرب منه يا يسكته، الصح أن الواحد يسمع صوت الحق، اللي بيهرب منه غلطان واللي بيحاول يسكته غلطان أكتر. ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. هنا تحسوا بقى قد إيه الخوف من الناس، أو أن الواحد يعمل حساب للناس زيادة ممكن يخلي الواحد فينا يغلط أخطاء صعبة جدا. لأنه لو رحنا مرقص 6 هنكتشف أنه معلمنا مرقص أضاف معلومة مهمة هنا، وقال ان جاء وقت
هيرودس كان بيحب يسمع يوحنا. عدد 20 يقول: لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. تصوروا جه وقت هيرودس كان يعرف أن يوحنا المعمدان رجل بار وقديس وكان بيحافظ عليه. هيرودس نفسه كان بيحافظ على يوحنا في وقته وأكثر من كده. وإذ سمعه فعل كثيرا. عارفين لما واحد يسمع وعظة ويتأثر ويطلع يشتغل يعمل بيها، يعمل خير، يتوب، يصلي أكثر. هيرودس كان جاله وقت يسمع يوحنا ويتأثر. إذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. هيرودس اللي قتل يوحنا كان بيحصل له كده في وقت. الحكاية دي تخوفنا ليه؟ خطية الشهوة بالذات خطية صعبة بتعمل إنسان، لأنه اشتهى هيروديا ابتدى يتخطى كل الحواجز. طب ده يوحنا اللي انت بتحب كلامه، ده يوحنا اللي انت بتحافظ عليه، ده يوحنا اللي انت نفسك شهدت انه نبي، ده يوحنا اللي انت بتتأثر بكلامه لدرجة بتروح تغير في حياتك وتعمل خير، ده انت اللي بتسيب مهام المملكة وتقعد تسمع الوعظ بتاعه. كده تتقلب عليه القلبة دي؟ ده كل ده بسبب الشهوة، لأنه أحب هيروديا حب مجنون لغت عقله خالص. طب انت هتخسر الناس كلها لما تقتل يوحنا، انت هتخسر ربنا تماما لما تقتل نبي عظيم زي يوحنا، انت كده بتظلم نفسك قبل ما بتظلم الدنيا كلها. كل ده ما بيسمعوش. يخوفنا ان الواحد يكون بيحب كلام ربنا ويفضل ساكت على حاجة غلط مش عاوز يغير. ساعات الواحد يسمع وعظ ويجي الكنيسة ويحب ربنا وياخد خطوات إيجابية في بعض الأمور، إنما يفضل قافل على حتة غلط في حياته، يقول ما حدش قرب من دي، الحتة دي ملكوش دعوة بيها، أنا بيني وبين ربنا اتفاق، أنا عارف أنا بعمل إيه. يا سيدي غلط، لا يحل لك، يقول لا. ويسمع بقى كلام ربنا ويبان إنه متدين ويعمل خير، حاجة غريبة. ويشهد ليوحنا المعمدان، طب ما هو أنت بتعمل الحاجة وعكسها. لما بقى يوحنا قلب عليه وقال له بقى كلام مباشر، انت غلطان، كلام ده ما ينفعش، قلب عليه تمام. طول ما كان الوعظ وعظ سهلة او كلام حلو، وطول ما كانت الطلبات يقدر عليها خلاص. انما لما جت في طلب ضد شهوته وضد مزاجه وما عجبوش الكلام وحط يوحنا في السجن ونسي كل اللي بينهم قبل كده، نسي انه كان يحفظه وكان يسمعه بسرور وإن سمعه فعل كثيرا، كل ده اتنسى. دلوقتي يوحنا العدو ده دخله في السجن، ولأنه في السجن الشيطان طبعا مش هيسكت، لازم يخلص من يوحنا، صوت صارخ في البرية، تو بآلاف وعشرات الآلاف، فالشيطان عاوز يخلص منه، فيحبك المؤامرة وترقص بنت هيروديا، وهو ينسى نفسه ويقول اطلبي زي ما انت عاوزة، وبعدين قال ايه ما يرجعش في كلامه. من اجل الاقسام والمتكئين معه امر ان يعطى، يعني من اجل القسم اللي قاله، والظهر ايه يعني فاض في القسم، قعد يحلف كذا مرة انا هعمل كل اللي انت هتطلبيه. فمن اجل الاقسام ومن اجل المتكئين، طبعا ده ورينا قد ايه الحلف الحلفان خطية وحش، وكمان الخوف من الناس خطية وحش، والاثنين دول كانوا سبب قتل يوحنا المعمدان. واحد يقول طب كان ممكن يكسر القسم بتاعه؟ طبعا كان ممكن، كانت تبقى أرحم من اللي عمله. ما هو أساسا الحلفان خطأ واللي هو عمله خطأ، لكن كانت أهون من أنه يقتل نبي الله. دي حاجة صعبة قوي أنه يوحنا المعمدان يروح بيد هيرودس كده، هيرودس عقابه صعب لأنه مد إيده على رجل ربنا. لكن الواحد في اندفاعه ممكن يخطئ أخطاء يندم عليها العمر كله. فهيرودس كان مندفع، وهنا الخمر يلعب دور والرأس يلعب دور وحفلات المجون تلعب دور، والجو اللي ما فيهوش روح ربنا ده يساعد الواحد يغلط، يزحلق الواحد. يعني تستغربوا قوي لما تقروا النص ده وتحطوا جنبيه مرقس ستة كأن التاني متدين. هيرودس نفسه يسمعه بسرور وإذ سمعه فعل كثيرا. طب ده احنا في ناس تسمع وما بتعملش خالص. لا، هيرودس كان يسمع ويعمل،
طول ما الحكاية تقدر يعملها يعملها، إنما المرة دي بقى واحد تاني خالص. من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. يعطى يعني إيه؟ يعطى رأس يوحنا على طبق. فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن. برضو ساعات الواحد يخدر ضميره، يمكن ما استدعوش يوحنا عشان يموتوه قدام الناس، عشان ما يشوفش بعينه، كأنه إيه يمكن تهون عليه، فقال اقطعوا رقبته في السجن عشان ما يبقاش قصاد عينه. أيوه، بس أنت المسؤول عن القرار. أنت بتغش مين؟ بتغش نفسك؟ بتضحك على مين؟ أنت اللي مسؤول عن القرار، والعملة كلها بإيدك أنت. عشان كده دايما نقول الحفلات لو ما كانش فيها روح ربنا، لو ما كانش فيها تقوى، دايما الشيطان يدخلها ويقلبها غم. في حفلات كتيرة في الكتاب المقدس ذكرت كيف بدأت وكيف انتهت. يعني حفلة زي بتاعت واحد اسمه أحشاويروش الملك. أحشاويروش ده في قصة أستير. أحشاويروش برضو قاعد يشرب هو والعظماء بتوعه وأيام طويلة، وبعدين إيه لما الخمر لعب بعقله شوية قال أنا هوري لكم بقى أحسن ملكة في الدنيا، وفرجكم على امرأتي قد إيه جميلة. وطبعا كان شيء مهين إنه يستدعي وشتي الملكة عشان الناس تتفرج على جماله. صعب عليها وما رضيتش تطلع، فمشاها، وكانت ست كويسة، إنما خرب البيت ده بسبب حفلة ما كانش الواحد فيها عاقل. واحد تاني اسمه بلشصر في زمن دانيال النبي، عمل حفلة ونسي نفسه، وبعدين من تطاوله قال لهم هاتولي أواني هيكل اليهود عشان أشرب فيها خمرة عشان يغيظ اليهود اللي هما مسبيين عنده في بابل. جابوا له الأواني، الأواني الأباريق دي اللي كانوا بيستخدموها في الهيكل دي مقدسة، وابتدوا يحطوا فيها خمرة عشان الملك قال كده. طلعت إيد كتبت على الحيطة وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، أحصى الله ملكوتك وأنهاه، ومات في الليلة دي. كل الحفلات اللي يبقى فيها خمر ورأس ولخبطة الشيطان يدخل فيها طبعا ويقلبها غم. ربنا يحمينا كلنا من الحاجات دي. وللأسف في ناس بتدافع مجاملة للناس. طب شوفوا هنا مجاملة الناس وصلت لإيه؟ من أجل المتكئين أمر بإعدام يوحنا. توصل لكده إنك تجامل الناس لدرجة إنك تسكت صوت ربنا وتسكته بالسيف؟ طب ما هو السيف هيجي عليك أنت في الآخر. وكانت نهاية هيرودس نهاية سيئة جدا، لأنه خلاص بقى من سيء لأسوأ، والشيطان دخل قلبه وتلخبط خالص لدرجة إنه حب يمد إيده على الكنيسة، فتقطعت إيده وتقطعت رقبته في الآخر. فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية. جابوا رأس يوحنا المعمدان على طبق ودفعوه للصبية بنت هيرودية، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه تلاميذ يوحنا ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. طبعا في علاقة قوية جدا بين ربنا يسوع وبين يوحنا المعمدان، لأنه أكتر واحد شهد له ربنا يسوع له المجد هو يوحنا المعمدان، وقال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل نبي وأعظم من نبي، وبين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا. ولما سألوا يوحنا عن المسيح وقالوا له الناس كلها سبتك وراحت وراء ربنا يسوع، قال لهم من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فيقف ويفرح ويسمع ويفرح. إذن يوحنا سمى نفسه صديق العريس، وربنا يسوع سمى يوحنا أعظم من نبي. واضح أن العلاقة بينهم قوية جدا وبيحبوا فعلا. وعشان كده لغاية دلوقتي احنا في الطقس القبطي نحط أيقونة يوحنا المعمدان وانت داخل على الهيكل على طول، يعني العذراء على اليمين ويوحنا على الشمال، كأنه أم العريس جنبه وصديق العريس جنبه، والكنيسة بتتزف العريسها. يبقى أم العريس ربنا يسوع له كل المجد، أمه الملكة عن يمين الملك، والناحية التانية من الهيكل نحط يوحنا المعمدان أقرب الأنبياء لربنا يسوع وأعظمهم وأكثرهم صداقة بتعبير المسيح نفسه، كرامة كبيرة أوي. فطبعا ربنا يسوع لما سمع أن يوحنا اتقتل أكيد صعب عليه، لكن هو كان عارف كل حاجة بلاهوت وعارف كل حاجة وعارف اللي بيحصل. أتوا وأخبروا يسوع لأن عارفين الصداقة اللي بينهم، يعني الناس الصغيرة حابة توقع يوحنا في ربنا،
فقالوا له على فكرة اللي انت عمدته الناس سابتك وراحت له. قال لهم يعني ما انا عاوز كده، ده انا جاي عشان كده، انا جيت عشان افرش له الطريق، ده انا كده خلاص خلصت رسالتي، بدل كل الناس سابتني وراحت له، ده انتوا بتطمنوني، انتوا بتقولوا لي احلى كلام. فكان يوحنا متواضع جدا وقال ساعتها ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. فكان فرحان، وعشان كده يوحنا فعلا انتهت رسالته بسرعه، لانه فرش الطريق لربنا يسوع وراح السماء بسرعه. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينه الى موضع خلاء منفردا. هنا لما يمكن ربنا بيعلمنا، لما تبقى في احزان صعبه، الاحسن تاخدها كلها بروح الصلاه. ربنا انعزل في موضع خلاء منفردا. طبعا احنا مش بنتكلم عن ربنا يسوع كانسان فقط، حاش، هو الهنا، ولكن يحمل مشاعر انسانيه. فيمكن عاوز يعلمنا لما تبقى في احزان صعبه، خدها على رجليك بروح الصلاه. ما تقعدش مع الناس كتير في كلام بطال، لان احيانا الناس يبقوا معزون متعبون، هيقولوا ايه الناس، ساعات يقولوا كلام يتعب ما يريحش. انما الشاطر يقضيها كلها صلاه وخلوه، يقوم يطلع من حزنه ويغلب الحزن. فهنا موضع خلاء منفردا اشاره ان ربنا حب ياخد خلوه في الوقت ده طويله، عشان يعني يتامل في عظمه يوحنا يمكن ورسالته واللي عمله، وفي نفس الوقت كان عاوزنا نتعلم الدرس ده، ان الخلوه والهدوء في الوقت ده تشيل معانا حمل التجارب والاحزان. فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. انما الناس ما سابتش ربنا، هم سمعوا انه ركب المركب لوحده، انصرف من هناك في سفينه الى موضع خلاء منفردا، يعني حب يروح لوحده، راح في حته هاديه لوحده. انما الناس بتسال عليه، فعرفوا انه راح في الموضع الخلاء، بقوا ياخدوها مشي، يعدوا الحتت اللي فيها بحيرات كده، ليها سكه بالمشي بس اطول شوي، لغايه ما يوصلوا للموضع اللي كان فيه ربنا يسوع في هدوء وفي اختلاء وفي صلاه. فلما خرج يسوع، خرج دي زي كان على جبل او في مغاره او في مكان مقفول، وخرج ولقى الناس كلها قاعده على الارض مستنيه يخلص صلاه، مستنيه تنتهي الخلوه بتاعته، عاوزين يشبعوا بيه ويشبعوا بكلامه. فلما خرج يسوع ابصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. من الحاجات اللي تغلب الاحزان انك تنشغل باخرين حزانه. الناس دي كلها تعبانه، كل واحد جايب مريض في ايده، كل واحد مهموم بهمه. فربنا لما خرج للناس مش يقول لهم مثلا سيبوني انا عاوز اهدى لوحدي، بقى انا اخد خلوه وانتوا تيجوا تكسروا عليا الخلوه، ابدا. ربنا حنين، بص لهم لقاهم جايين مشي مسافات طويله عشان يقابلوه، قطع خلوته وتحنن عليهم وشفى مرضاه. لان واضح الناس جايه مسافات طويله شايله العيانين عشان يخفوا. ولما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى. يبقى الحكايه خدت كذا ساعه لغايه ما دخل الغروب وانتهى اليوم، وطبعا البلاد دي ما فيهاش نور، يعني بالليل هتبقى صعب ان الناس ترجع المسافات الطويله دي. فالتلاميذ من محبتهم في الناس، وعارفين ان ربنا يسوع حنين على الكل، قالوا له ما تلحق تمشيهم عشان يوصلوا بيوتهم سالمين، لو ضلمت زياده عليهم هتبقى في مشاكل. وده يوضح كمان الداله اللي بين التلاميذ وبين ربنا يسوع، يعني مش ما بيزعلش من الحاجات دي ربنا، مش يقول لهم ازاي تتدخلوا في قراري، الناس دي جايه لي انتوا تقولوا مشيهم، ابدا. ربنا يسوع طيب قوي وحنين، وتلاميذه واخدين عليه، فيعني بمنتهى الداله كده يقولوا له الحق مشيهم عشان الضلمه ما تدخلش عليهم زياده. كل ده طبعا يفهمنا ليه التلاميذ لهم داله عند المسيح، ويعرفنا يعني ايه واحد يكون قريب من ربنا، يعني يتكلموا كده بداله. الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع، بيقولوا له كده، مش حتى يعني حتى بطريقه لطيفه يقولوا له مثلا لو انت شايف انه احسن نمشي الناس، لا لا، اصرف الجموع. طب هو انتوا اللي هتمشوا الدنيا؟ اصرف الجموع
لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. إن كان على مشكلة الأكل طب ما نأكلهم. هم برضو هنا أصروا على رأيهم. فقالوا له: ليس عندنا ها هنا إلا 5 أرغفة وسمكتين، فقال: ائتوني بها إلى ها هنا. يعني هم برضو مصرين أن الكلام ده ما ينفعش، مشيهم. هو قال لهم: لا نأكلهم. قال لهم: ما عندناش غير 5 ترغفة وسمكتين، دي غالبا أكلة نفر واحد، لأن ده أكلة طول النهار، فيدوب تأكل شخص، دول 5000 راجل غير الستات والعيال. قال لهم: طب هاتوهم هاتوهم، أكيد الكلام مش مقنع، هتعمل بيهم إيه؟ طيب إنما بيسمعوا الكلام. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، على عكس المتوقع. المفروض ده وقت الانصراف، فالناس كلها تقوم تسلم على ربنا يسوع وتبوس إيده وتمشي، إنما فاجئهم: اقعدوا كلكم تقعدوا. الناس غالبا قامت وابتدت تحس بالربكة، وإن خلاص الشمس بتغيب وعاوزين نلحق نجري بسرعة عشان نلاقي حاجة ناكلها. قال لهم: بس اقعدوا اقعدوا، أنا عاوزكم تقعدوا. أمر أن يتكئوا على العشب، وعارفين بقية الأناجيل قال لهم كمان: قسموهم وزعوهم 50-50، وزعوا الناس 50ات، لأن دول آلاف، فكل راجل ياخد مراته وعياله كده ويتجمعوا ويتحسب 50 عيلة واخدين الجنب ده و50 عيلة في الجنب ده. شغلانة طبعا، شغلانة كبيرة قوي، والناس بتفرك عاوزة تمشي لأنه خلاص كده الوقت سرقهم. وربنا يسوع بمنتهى الهدوء بيتفرج على اللي بيحصل وما بيقولش حاجة. ثم أخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر، وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكثر 12 قفة مملوءة، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. القصة دي طبعا احنا بنحبها في الكنيسة قوي، لدرجة لما بيجي حد خامس في الشهر القبطي، الشهر القبطي 30 يوم 4 حدود عادة، لكن ساعات لما يبتدي الشهر بيوم حد أول أو تاني يوم تلاقوا أنه جالنا حد خامس، عندنا حد خامس. دايما الحد الخامس لو وقع في الشهر القبطي نقرأ معجزة البركة دي، نقول ده شهر بركة فيه 5 حدود مش 4. فالكنيسة بتقرأ النص ده مثلا 3-4 مرات في السنة في الحدود. من جمال النص وحب الكنيسة فيها حطته لنا في الأجبية في صلاة الساعة 9، بقينا كل يوم نصليه وقت الساعة 3 عشان نفتكر البركة لما الناس تجوع، إزاي ربنا يقدر يشبع الدنيا كلها. كمان ال4 أناجيل يمكن ما اتفقوش في ذكر كل الأمور، هم متفقين طبعا لكن ما ذكروش كل الأحداث من الأحداث المسجلة في ال4 أناجيل. القصة دي معجزة ال5 خبزات ذكرها متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كلهم ذكروها. فواضح أن القصة دي مهمة قوي ومليانة معاني ودسمة جدا. أبسط معنى فيها أن ربنا قادر يشبعنا روحيا ونفسيا وجسديا بأقل مجهود، وأن اللي قال ما تعلوش هم الأكل والشرب هو قد كلامه، ولما الواحد تزنق معاه لا هو قادر يأكل الناس كلها ب5 خبزات وسمكتين. في إنجيل يوحنا لما ذكرت القصة دي بقى في حوار مع اليهود بعد كده عن موضوع المن، لأن لما لقوه بيأكل الجموع قالوا له: أنت كده قربت تبقى زي موسى. موسى أكل الناس بالمن من السماء، طب أنت تأكلنا إيه؟ قال لهم: على فكرة مش موسى اللي اداكوا المن، ده أبويا اللي اداكوا المن، وأنا بقى الخبز النازل من الحياة، من يأكلني يحيا إلى الأبد. وابتدى يكلمهم عن التناول، وهم رفضوا كلامه ما عجبهمش اللي بيقوله، لكن كانت مقدمة في يوحنا 6 بقصة ال5 خبزات ان يكلمهم عن نفسه كخبز، ان هو بقى نفسه نازل من السماء عشان الناس تاكله وتعيش بيه للأبد. فأول معنى جميل في القصة دي: ما تعولش أهم حاجة طول ما انت عايش مع ربنا، انت اطلع قابل ربنا وانشغل بربنا وانسى الأكل والشرب، هتلاقي ربنا نفسه مشغول بأكلك وشربك.
يمكن الناس من حبها في ربنا يسوع نسيت حكاية الأكل وانشغلت تسمع الوعظة وفرحانين بالمعجزات والقعدة مع ربنا، واللي بيفكر في الأكل ربنا بيفكر لهم في احتياجاتهم. دي حاجة حلوة أوي إن الواحد ينسى الأكل والشرب وربنا يجيب له الأكل لغاية عنده. الحياة مع ربنا كده، قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. المعنى الثاني أن ربنا لما يأكل الناس يشبعهم ويشبعهم بزيادة. ربنا كريم قوي فيأكلهم ويشبعهم ويفيض عنهم. يعني ممكن الواحد يقول طب بس لقمة كده تستسند لغاية ما يروحوا، لا ده مش شغل ربنا، يأكلوا ويشبعوا. طب افرض واحد يعني بياكل كتير شويتين، ياخد زي ما هو عاوز، ياكل براحته لدرجة يفيض من الناس أفف، كون فاض عن الناس. ودول ناس بسطة يعني برضو ايه، اكيد مع طول النهار جاعوا واكيد كلوا بنفس وبراحتهم ومع كده فاض عنهم. ربنا خيره كتير، ربنا يغرق الدنيا خير للي يمشي معاه. ربنا ما بيديش ابدا بحساب، بيدي فوق الحساب اكثر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب. بس اللي يصدق، اللي يمشي معاه، اللي يطلع له كده بقى يسيب الدنيا ويبقى عاوز يقعد معاه، يديله اكثر مما يحتاج. حاجة تاني، ممكن واحد يقول طب ليه ربنا ما نزلش من زي زمان؟ المرة دي ربنا يسوع عاوز يعلمهم، شوفوا عندكم ايه وانا هشتغل باللي في ايديكم. ما هو ربنا هو هو، ممكن ينزل من السماء، لكن هنا في خبرة جديدة في العهد الجديد وطعم جديد. هاتوا اللي في ايديكم وانا هشتغل باللي في ايديكم. عندكم ايه؟ قالوا له كل اللي حلتنا 5 ترغفة وسمكتين، اكل اتنفر. قال لهم ما انا عاوز الكنيسة كلها زي شخص واحد في الاخر. الاكلة اللي تكفي شخص تكفي الكنيسة كلها، ده شغلي انا بقى. هاتوا 5 ترغفة والسمكتين وتفرجوا انا هعمل بيهم ايه. ده معناه الإمكانيات الضعيفة اللي عندنا، اللي في نظرنا لا تصلح لشيء، ما تكفيش حاجة خالص، لما تتحط في إيد ربنا يطلع منها خير بلا حدود. بس عاوزة إيمان. التلاميذ بالرغم إن هم في الأول كانوا معترضين، بس سمعوا الكلام، راحوا جابوا 5 ترغفة وحطوها في إيديه وقالوا هنشوف يعمل إيه، بدل هو عاوز كده خلاص. الحكاية دي عاوزة إيمان. هل تصدق إن شوية الإمكانيات اللي عندك تكفي وتفيض؟ طب احيانا بالعقل كده ما تكفيش خالص، لما تحسبها بالورقه والقلم دي مش محتاجه ولد في ابتدائي يحسبها. قسم 5 على 5000 يطلع 1 على 1000. 1 على 1000 يعني الرغيف هنأكل بيه مش عيله، 1000 عيله. الرغيف يأكل 1000 عيله. طب ده مين يعقلها الكلام ده؟ طيب ما انت بقى اركن العقل شويه واديله اجازه وقول له يا رب انت عندك الحل. ايه الرغيف اللي عندك اللي ياكل مش عيله 1000 عيله؟ و1000 دايما اشاره لعدد كبير، عدد غير محدود. دايما رقم 1000 في الكتاب اشاره الى الدنيا كلها. معنى كده ان ربنا يسوع بيتكلم عن رغيف واحد هيكفي عدد بلا حدود، 1000 عيله. طبعا الرغيف ده هيبقى ربنا يسوع له المجد، هيبقى هو الخبز النازل من السماء اللي يغني العالم كله ويأكل الدنيا كلها بشكل سري عجيب معجزي. فده معنى تاني في المعجزة، ان مهما كانت الامكانيات محدودة ما تستقلش بيها، بدلها تتحط في ايد ربنا. دي ايد ربنا اللي خلقت، ايد ربنا اللي خلقت هتشتغل بالقليل زي ما تشتغل بالكتير، ويمكن بالقليل تشتغل بيه أحلى عشان قوتي في الضعف تكمل. يمكن لما يبقى واحد شاف عنده شوية إمكانيات ما تبانش نعمة ربنا قوي عليه، إنما واحد إمكانياته محدودة قوي يبقى حاسس فعلا أنا بالذات ما كنتش أنفع خالص، الإمكانيات اللي عندي دي ما تنفعش أبدا تطلع حاجة كويسة. فربنا يقول له هو ده المطلوب، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود.
ليه؟ لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، عشان ما حدش يقول له يا رب إحنا عملنا إيه؟ ما عملناش حاجة. معنى تاني كمان في القصة دي، أن ربنا يسوع حب يسلم المسؤولية لتلاميذه ويحسسهم أن الكنيسة مسؤولة عن ولادها، توعظ وتشفي وتأكل ساعة الضرورة. ما هو التلاميذ هم اللي بيستلموا منه، هو طول اليوم بيعلم، واللي عنده احتياج لشفاء روحي أو جسدي بيديله، وكمان لما يجوعوا وهم فعلا ناس على قدهم خلاص نأكلهم كمان. فكأن ربنا يسوع بيتعهدنا من كل جانب وبيعلم تلاميذه كده، احنا جماعة مش بتوع وعظ بس، عاوز يقول لتلاميذه كده يعني انا ييجوا يسمعوا الوعظ وياخدوا المعجزات ويروحوا، طب ما ياكلوا كمان، وهو الاكل عيب، بدل جعانين ياكلوا. فهنا يبان ان ربنا يسوع الهنا من كل جانب، يملأ كل احتياجاتنا ان كانت جسدية او نفسية او روحية، ربنا يسد اعواز الكل. وده سر العمل الخدمي في الكنيسة، ان عينينا على الفقراء والأرامل والأيتام والمحتاجين، ده جزء من رسالة الكنيسة. الكنيسة مش بتاع التعليم بس ولا معجزات بس ولا صلاة بس، لا، مسؤولة وقت اللزوم تأكل الناس لألا يخوروا. حاجة كمان، أن ربنا يسوع يحب النظام، بالرغم أن البركة بلا حدود، وربنا طبعا مش هيسيب حد يروح جعان، إنما برضو بنظام. الخير كتير لكن لازم في نظام، وكلمة نظام هي كلمة طقس في الكنيسة. تقسيس يعني نظام، يعني ترتيب. فربنا يسوع أصر أن يبقى في نظام حتى لو النظام خد شوية وقت. ما هو توزيع الناس خمسينات مش هيعجب ناس كتير، بالذات الناس البسطة، يعني مش ميالين للنظام قوي، فتلاقي ممكن إيه يبقوا مستعجلين عاوزين يأكلوا ويمشوا، فكل ما يقعدوهم يقفوا تاني أو يزوغوا كده من المكان أو يجروا على المجموعة اللي هتاخد الأكل الأول. ربنا يسوع قال وزعوهم خمسينات وقعدوهم، هيجيلهم الأكل وهم قاعدين. تلاحظوا ما ترصوش طابور وربنا يسوع كان بيوزع بإيده، لا، الناس تقعد والأكل يجي لغاية عندها. وده مبدأ تاني في خدمة إخوة الرب، إن حتى لو فقير هو مكرم في عين الله. الفقير مش مهان، الفقير صاحب كرامة عند ربنا، يقعد وإحنا اللي عندنا الخير إحنا اللي نخدم عليه، إحنا نروح له لغاية عنده، هو يقعد وإحنا اللي نخدمه، مش عشان فقير يقف طابور وإحنا ندهاله كده يعني بالزق، لا. فهنا في كرامة للناس، الناس قاعدة وكأنها في وليمة، وبقوا التلاميذ اللي هم يعني أباء الكنيسة كلها هم اللي بيخدموا عليهم، بيقدموا الأكل والشرب. وده معنى جميل أصد ربنا، إن كل واحد يقعد مطرحه مكرم معزز ويجيله الخير لغاية عنده، محدش يمد إيده أبدا، منحبش حكاية مد الإيد دي. معنى كمان، لما رفع نظره نحو السماء، طبعا ربنا يسوع له المجد، السماء كلها جواه، هو إله السماء والأرض، إنما ليه بيعمل كده؟ عشان يعلمنا، عشان لما المسيح يصعد السماء كلنا لازم نعمل كده. الحل منين؟ الحل من السماء. لما الحكاية تزنق يبقى لازم كلنا نرفع عينينا للسماء، الحل من عنده. فربنا يسوع له المجد، مالك السماء والأرض، بيرفع نظره للسماء عشان كل الناس تبص فوق. يجوز لما بصوا لفوق قالوا يمكن المن ينزل، قال لهم مش لازم من، ما أنا نزلت خلاص، أنا المن النازل من السماء، أنا خبز الحياة، أنا بدل موجود معاكم، يبقى السماء كلها على الأرض، يبقى كل اللي انتوا عاوزينه تلاقوه. رفع النظر نحو السماء معناه تحويل كل مشاكلنا على ربنا، نقل كل احتياجاتنا أول بأول للسماء. يا رب احنا مش لاقيين، احنا ما عندناش، احنا اللي عندنا مش كفاية، احنا تعبانين في كذا، أول بأول ارفع نظرك نحو السماء تلاقي كل حاجة تتفك. درس بسيط قوي، حتى بدون كلام، بدون كلام ربنا يسوع يرفع عينيه للسماء تلاقوا كل الناس بقت تعمل زيه، هو بيبص على ايه. ولغاية دلوقتي في الطقس القبطي، قبل ما نبتدي صلوات التقديس في القداس، يقول الكاهن ايه، ونظر الى فوق نحو السماء، قبل ما يمسك الخبز عشان تتحول،
بالتقديس، يقول ونظر إلى فوق نحو السماء عشان يعلمنا الدرس. حاجة كمان، كلمة بارك. بارك يعني إيه؟ بارك قريبة لكلمة شكر أو مجد أو سبح. بارك الله يعني كتر خيرك يا رب. طب يا رب دلوقتي مش وقت كتر خيرك، المفروض يا رب تقول يعني نزلوا لنا أكل أو زودوا لنا الأكل، يعني ده وقت طلب، دلوقتي في احتياج والناس كلها جعانة والناس كلها مستنية والحكاية بقت إيه والدنيا ظلمت. إنما ربنا في أول الصلاة يقول وبارك. بارك يعني أشكرك يا رب، كتر خيرك يا رب، كتر خيرك على الخمس خبزات. طب ما هم مش هيكفوا يا رب، خلينا نطلب 5000 حتى. يقول لا، كتر خيرك الأول. لو اتعلمنا نقول لربنا كتر خيرك، الخير يزيد بشكل غير محدود. إنما احنا للأسف في صلواتنا بننط كتر خيرك وندخل على إيه؟ فين الخير؟ بندخل على طول على الطلب. احنا عندنا مشكلة. أيوة، طب ما هو ياما مشاكل اتحلت، ما قلتش كتر خيرك ليه؟ لم تبارك الله ليه؟ لما يقول أبارك الرب من كل قلبي، كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. يبارك يعني يشكر، ويشكر من قلبه. فربنا يسوع بيعلمنا قبل ما تطلب حاجة يمكن ما تحتاجش تطلب، لو اتعلمت تشكر، لو اتعلمت تبارك ربنا يمكن ما تلحقش تطلب. هنا تلاحظوا انه فعلا ما طلبش، هو رفع نظره الى السماء وبارك وكسر على طول. طب يا رب احنا مستنيين تقول ابعت ايها الاب السماوي خير للناس الغلابة. لا لا، بدل خلاص بارك، يبقى هو ضمنيا عارف ان ربنا عارف احتياجاتنا وبيلبي كل الاحتياجات بدون حتى ما تلحق تطلب، انت عليك تشكر والسماء مفتوحة. وكسر، كسر ابتدى يوزع. انا متصور يعني ان تلميذ قاله، قال له استنى بس، انت هتوزع على اي اساس دلوقتي؟ لو ادينا فتفوتة لكل واحد مش هتكفي، مش هتخلص، مش هتكفي. يعني قبل ما يعد ربنا يسوع، ربنا يسوع ما عدش ولا قال لهم عدوا، هو مسك بس اول رغيف وكسر بعد ما بارك، بعد ما صلى. هو بيكسر خلاص الرغيف ما بيخلصش. يعني لما الايمان يوصل الى العمل، لما يبقى في ملء الثقه ان ربنا وانت بتاكل الاكل مش هيخلص، لما تبتدي تتعامل مع الموقف بثقه ان ربنا معاك مش هيسيبك، هتعدي يعني هتعدي، هتكفي يعني هتكفي، وهتفيض. لما كسر بدا السر يبان، انه يكسر قد ما يكسر ما بتخلصش القربانه، ما بتخلصش. وبعدين هم طبعا قاعدين متعجبين منه، فابداهم في ايديهم عشان يكسروا هم كمان. فلما مسك التلميذ من دول بقى يقطع، هو كمان لقى سر البركه في ايده. وده كله تلمذة في الكهنوت، يعني ربنا يسوع بيعلمهم ازاي يدوقوا الحياه اللي كلها اسرار دي، حياه البركه، حياه المعجزات. يبقى التلميذ من دول بيدي وبعدين ما بتخلصش من ايده، وهو عددها بنفسه 5 ترغيف، مش محتاجة ذكاء، انها مش راضية تخلص. الخمسة دي ما بتخلصش ازاي، والرغيف ما بيخلصش ازاي، والسمكة دي ما بتخلصش ازاي. هو ده السر اللي ربنا بيعمله وبيدوقه لأولاده وتلاميذه، كل واحد بيدوقه بنفسه، هم بنفسهم بيوزعوا وبيلاقوا الحاجة في ايديهم ما بتخلصش. وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. وهنا ربنا يسوع خلى التلاميذ ياخدوا هم الكرامة، هم اللي يروحوا ويأكلوا الناس ويشبعوا الناس ويسمعوا كلام حلو ودعاوي حلوة من الناس، ويبقوا فرحانين إن هم كده إيه قدام الناس عملوا لهم حاجة حلوة. وعشان يديهم المسؤولية بعد كده، بعد صعود المسيح، التلاميذ هم اللي في الصورة والكنيسة هي المسؤولة. فأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكل الجميع وشبعوا، كل الناس كلت وشبعت. طبعا وليمة عجيبة، وليمة في الخلاء وفي العراء، وليمة على يعني نور الشمس اللي بتغرب، وليمة بعد يوم طويل كله وعظ وكله معجزات، وليمة كأنهم قاعدين في السماء
ربنا يسوع وسطيهم والتلاميذ حواليهم، وليمة كلها عجائب، كل واحد يطلب اللي هو عاوزه، ياخد اللي عاوزه واكتر. حاجة يعني مفرحة جدا. برضو لو فكرنا الكلام ده كان هياخد ساعات، توزيع الناس ياخد ساعات، توزيع الأكل على الناس ياخد ساعات، لأن هم يعني عدد كبير ومش منظمين قوي. أكيد الدنيا ضلمت، مش مهم، أو يعني ابتدى الليل يدخل، خلاص الناس مش قلقانة، بدل كانت تتمشى براحتها هتوصل. وهنا يطلب ربنا يسوع طلب عجيب، يقول إيه؟ أكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة. قال لهم روحوا بقى، إيه الناس ابتدت تأكل وتمشي، طبيعة الشعب كده، طبيعة الناس تأكل وتمشي خلاص. قال لهم انتوا روحوا بقى لموا مطرح الناس. طب الزموا، يعني بدل الخير كتير وانت يا رب موجود معانا، هنحتاج ليه بقى نلم الكسر؟ قال لهم بس روحوا. طبعا ظهر التلميذ من دول تلاقيه اتقطم وهو بيوطي يلم حتة عيشة وبقيت نص سمكة، ما هو كسر. طب ما هو الكلام ده، طب الزومه، ما ده ربنا معانا وبيعمل معجزات. ولكن ربنا مصر وهم بيقولوا حاضر. لما جمعوا كل الكسر دي لمت 12 قف، فبقى كل واحد منهم له قف، قفة كسر. طب ما القفة دي أكتر كتير من الخمس ترغفة اللي ابتدوا بيها، يعني ده بعد ما الناس كلت وشبعت اللي فضل أكتر من اللي ابتدينا بيه. دي طبعا رسالة الناس ما حستهاش، التلاميذ حسوها، لأن الناس كلت ومشيت. ويجوز حد من الناس يتشكك ويقول طب ينفع يكون غطوا الناس كلها؟ أكيد في ناس ما كلتش، ده الشعب اللي هو لسه إيمانه نص نص، إنما التلاميذ لازم يبقى إيمانهم قوي، فلازم يتأكدوا إن الحكاية كفت وفاضت، ولازم يبقى عندهم ثقة إن ربنا اللي اشتغل برغيف اشتغل بكسرة خبز. فإذا الكسر مهم، لأن ممكن واحد يبقى كسر بني آدم، يبقى نص بني آدم، يبقى ربع بني آدم، ممكن تبقى الإمكانيات ما تعملش رغيف واحد. طب وماله؟ إذا كان الرغيف كف 1000 عيلة، تبقى الكسرة تكفلها 100 مثلا. يبقى هنا الحسابات اختلفت خالص بقى، بقت حتى فضلات الناس أو ما بقى من الناس في إيد ربنا يعمل معجزات، بقى له قيمة. وبعدين الكسر دي بالنسبة لهم فيها لمسة ربنا يسوع، فيها بركة ربنا يسوع، ربنا لمس العيش ده بإيديه فبقى فيه بركة لا تنتهي. فقال لهم الحاجات الغالية دي ما تتركنش على الأرض، ما تترميش على الأرض. كمان لما ينزلوا من الجبل ده أو المكان ده ويركبوا المركب وكل واحد شايل أفة، يفضل طول السكة يقول أشكرك يا رب، مبارك أنت يا رب، لأنك مش بس شبعت الناس ورفعت رأسنا وديتنا كده نعمة ومنظر قدام الناس إن احنا أكلنا الناس دي كلها، وكمان عندنا خير يكفينا لو حبينا ناكل، ناكل ونزيد كمان. يجوز التلاميذ ما كلوش من الشغل، قال لهم ايه رأيكم كل واحد له أفة بقى، يعني لو عاوزين تاكلوا كلوا، بس كلوا بعد الناس، كلوا حتى من مطرح الناس، لأن الخدام يعني خدامين، بدل هيعلمهم غسيل الأرجل لازم يعلمهم يشيلوا مشاكل الناس قبل مشاكلهم، ويهتموا براحة الناس قبل راحتهم، ويفرحوا بفرح الناس قبل ما يطمنوا على نفسهم. لكن ربنا من حكمته فضل عنهم 12 قفة مملوءة، فبالتالي كل واحد شايل قفة مملوءة ونازل بيها وياخدها مع المركب، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. الكسر ليها معنى عميق. احنا في الكنيسة نهتم بالكسر، يعني ايه؟ اللي الناس ترميه وتقول ما منوش فايدة في ايدين الكنيسة يبقى له فايدة. في شخص كده الناس تقول عليه ده ما فيهوش حاجة عدلة، نقول لا لا تعالوا بس، تعالى ساعدنا في الكنيسة، انت هيطلع منك حاجة حلوة. في واحد يشعر انه مريض يقول انا هخدم ازاي، انا شخص مريض. اختم بالقصة دي، مريضة من شعب الكنيسة ربنا يديها الصحة، جالها شلل وكانت خادمة طول عمرها، وبعدين حست انها بقت كسر، يعني ملهاش قيمة تعملها.
فبقت تعمل ايه؟ تقعد ساعتين ثلاثة كل يوم الصبح تقرا الانجيل، وبصعوبة بصوابعها اللي بتشتغل تبعت رسالة روحية على الموبايل لكل واحد من الاحباء. النهارده بتبعت لحوالي 100 واحد مثلا، تبعت له رسالة روحية، وبقت الناس تستنى الرسائل الروحية. وبقت خدمتها دلوقتي وهي مريضة راقدة أكتر من خدمتها وهي صحيحة وبرجليها، لأن ربنا بيشتغل بالكسر. ربنا يقدر يشتغل بكل واحد وبضعف كل واحد. وبقت كل الناس بتستنى الرسالة دي اللي حاسينها جاية لهم كل يوم من ربنا. ربنا يستخدمنا كلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.